أهلا وسهلا بالجميع. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. من مدينة الحمامات، من مدينة السياحة، من مدينة من يعشقها ومن يزورها ويعود مرة ثانية، نلتقي هذا اليوم لتجربة المقارنة والكمونية الحمامية. نحن اليوم سنعيش تجربتين مختلفتين، الأولى تخص العجائن وهي طبق المقارنة المحبب لدى الكثير من الشعوب وخاصة الشعب التونسي، والتجربة الثانية سنعيشها الكمونية ولكن بالميزان. احنا هكا نحطوا الكمونية قبيض متاعنا الحقيقة، كل شيء نحطوه بالميزان باش كيف ما صحن تاخده اليوم كيما صحن اللي تاخده غدوة كيما صحن بعد غدوة ديما يكون نفس الصحن. حط من الاول القرنيت، تحط على الميزان صحيح، تو تحط الصوص. معناها توزنوا، تعطوا حق الكليون الميزان، توزنوا التقنيت وإلا اللحم ومن بعد توزنوا الصوص. نعطي من الأول معناها نعملوا طراج للصحن باش يبدا كل شيء في الزيرو، نوزنوا الحق نحطوا كان قرنيت ومن بعد نزيدوا الصوص باش كيف ما ياكل اليوم كيما ياكل المرة الجاية ديما يجي نفس الصحن، ما يحسش بروحه مرة خير من مرة. هكا يخرج الاثنين. هذه الكمونية بقري كالعادة، صحن تعمل له الفراج نتاعو، تحط اللحم. الحقيقة الواحد يولي حافظها بريسك الكونتيتي، أما ديما الميزان باش على عيني نعرف. الكمونية البقري نتاعنا الكبدة نتاعها ديما عندوش، ما نخدموش بالكبدة، ما نخدموش بالكبده. معناها البقري موجود كان اللحم، كان اللحم، الكبده هي علوش. الكبده علوش وما فماش كونتيت كبيره خاطر عباد برشا ما يحبوهاش. معناها في الصحن تلقى زوج طروف برك الكمونيه الكبده. يولي الكمونيه خاصة البقري بالعين اكثر فيها. صحن الكمونية تخرج معه قبل كل شيء لونتري سلطة مشوية هريسة وطن زيت زيتونة وبيان سور بصل ومعدنوس باش ما نحطوش فوقها، فما عباد ما يحبوش. بطبيعة الحال هو
كمونية معروفة في تونس أنه لابد من ذرة المعدنوس وذرة البصل. دونك وانتم تخلوا الإمكانية للكليون أنه تم ناس متحبش البصل ولا متحبش المعدنوس وما يحبش. البلان تاع الكمونية كيف هناك قد يسمو؟ هذا 17 دينار. 17 دينار. هي تقريبا 250 غرام بين الحم بقري عبرة وبين الكبدة علوش. احنا لهنا نجم يجيك اليوم يكون مش بشكل مقرونه بالوقت شي يصلها معاه دونك ما نعطيهوش بالبات نعطيوه صوص برك وهو يسمطها في الدار دونك هي مثلا توا باش تحط له الصوص نتاع المقرونه ومن بعد تحط له الحم وتسكرها وهو كيف يروح من الدار يحط البات فما عباد تحب مثلا سون بلوتين فما اللي يحب ما نعرفش سباجيتي كل واحد يحب دونك هو يهز من هنا الصوص برك وهو يسمط في داره على فكرة خير خلى هذا سهل عليه سهل عليه نجم يخلو صوص ويخليه نهار ولا نهارين ما يفسدلوش ما يفسدلوش معناه نجم يعمل حتى التعليب نتاعو برشا ياخذوا من عندنا ويعلموا بعضهم الخارج الطلبة خاصة أولادنا اللي موجودين برا الخارج اللي ما يهز التوانسة اللي مشتين المقرونة التونسية دونك توا زادتوا الحم مدام البورسيون هذه تاع قداش صحي الشخص اللي عم ببري. احنا نحسبوا لي بورسيون كانوا تاع الحم تاع الحم مادام تحط لك لحمتين معناها دو بورسيون مي صوص تنجم تعمل بها حتى خمسه بورسيون الصوص ديما بزيد مش تخليها ياخذ راحته واضح كامله سبعتاشن دينار بناني أبيض 33 كمونية قرني 33 دينار تاعنا اليوم من مدينة الحمامات اللي يزور الحمامات لازم يزور مقرونة كمونية يفتق مماه ويشخشخ روحه ويمخمخ ويرم عظمه شوية مناني شوية قرنيط عندك في فيديو آخر إن شاء الله.